صباح الخير والياسمين، كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. كاين البرد، نحاول نخرج من واحد باركي الطوموبيل. نعم كاين البرد هذا الصباح، هذا ناقص 18 درجة. البارح كان الجو جد رائع، الشمس البارح كانت الشمس مشرقة، اليوم صباح البرد القارس. نعم. الشمس نفتقدك. نعم الشمس أحسن حاجة، ولكن اليوم ما كاينش، نحتاج الفيتامين دي. فيتامين دي ضروري وجد هام في حياتنا. فيتامين دي كيعطينا الطاقة إلى غير ذلك. هذا ضاير وما دار السينيال، ما عرفتش علاش. نسى يمكن. البارح حتى كانت بدات واحد البحيرة في الدوابان، نتمنى أن المياه ترجع إلى حالتها، إلى مجاريها. نتمنى فصل الربيع يجي قريبا هذه السنة إن شاء الله، لأنه البرد قهرنا بزاف، لقد قهرنا البرد كثيرا. أهلا مجيد سهلي، كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكون بخير وبصحة جيدة. غادي نضرب تقريبا 6 كيلومترات نرجع للبيت وعودة نرجع إلى المدينة. خصني ضروري ناخذ شي أوراق من المنزل وأرجع إلى المدينة. نعم راه تقريبا 10:45، الدنيا خاوية حيت كاين البرد. الدنيا خاوية خاوية خاوية. نعم غولف تي دي اي قدامي زوينة خفيفة صغيرة، لا اعرف كم الثمن ديالها. الغولف سيارة مليحة. نعم يمكن موديل جديد هذا الغولف، يمكن موديل جديد. نعم.
الشوارع خاوية من الناس، من غير سيارات، كل شيء راه نايم يمكن حيت كاين البرد، والناس مازال شوية متخوفة من داء كورونا اللعين. ظهر الفيروس مؤخرا هنا في المدينة في كنسكن، قالك لقاو في بعض العائلات السورية والعراقية. الله ينجينا من المرض الخبيث، الله ينجينا من الفيروسات والأمراض. أنا أصلا ما كان جمعش بزاف مع الناس، قليل نادرا، أكثرية كنكون غير وحدي، حتى الوحدانية راها مزيانة بعض المرات. أش غتستافد من مخالطة البشر؟ لا شيء، من غير إلا يجوك المشاكل. شحال ما الإنسان بعد على بنادم عنده الربح، إنسان راه غير ديال المشاكل والحقد والحسد والغيظ والغضينة إلى غير ذلك. الدنيا كلها بياض، والله يبيض قلوب الناس، يبعد عليهم الحسد والغضينة والنميمة والحقد والوشايات الكاذبة إلى غير ذلك. هذا فرعنا إذن راه يد استمح، يد راها تسوق ويد راها تصور، ما عندي ما ندير. كيعجبني بعض المرات افتتح يعني النهار ديالي بالتصوير. التصوير كهواية مزيانة، حسن ما تتكلم في عباد الله ولا تنمم ولا تقام تبع الصوالح اللي بعيد عليك. اللهم تصور وترضي البال ديالك، ولا تبقى حاضي عباد الله ولا تهضر في عباد الله. النميمة راها واحد المرض خطير، هنا راه غير 40 درجة 40 في الساعة. نحترم القانون، قانون دائما يجب أن نحترمه، لأنه لا يعذر المرء بجهل القانون. نيل نيسونس دي نيوغي لا لوا. قانون راه ماشي غير في قانون الأسرة، راه كاين القانون في مجموعة ديال المجالات، راه كاين قانون السير، قانون العمل، قانون على مقربة. أوصل واحد المحل تجاري نشري أش خصني وأرجع إلى البيت، باقي لي واحد كيلومتر ودخل البيت، نعمل قهوة سريعا، أخذ الأوراق ديالي وأرجع أرجع 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 إلى المدينة. نعم، 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 نعم. راه بطبيعة الحال التصوير ما تيكون مزيان، لأنه راه ما كايناش الشمس، سي نورمال ما تكون يعني التصوير واضح، لأنه الشمس، مشكل الشمس. غادي ندور هنا ونرجع ندور هنا، نمشي للمحل التجاري نقضي الغرض ديالي. نعم، نجيو هنا لهاد المحل، ها هو هنا محل صغير، نتقدى داكشي اللي باغي و
ونرجع الى المنزل نشرب قهوة ناخذ ماذا اريد وارجع الى المدينة ان شاء الله. اتمنى لكم يوما سعيدا، تحياتي الخالصة.